ايه ايه ماشي. لا انت اهلاوي، انت اهلاوي. لا لا اهلاوي يلا، ما تسمعش كلام ابوك وخليك اهلاوي. هو عايز دي، هو عايز. احنا كان معانا حارس كويس اصلا ساعتها، كان فارق. يا عم هي جت معاكم بالصدفه. انتوا زي ما شايفين كسبانين 1-0. انتوا خلي طيب، حاضر. هي جت معاكم بالصدفه. اقول لك ليه؟ التلات كور اللي انتوا جايبينهم مقاطعينهم. لا احنا هنهزر، اعطيني لاعبين كوره فيهم. كوره واحده. ايه استنى بس، في كوره صراع على البهاء وجابها جول. هو بهاء ده بيعرف يلعب. ليه الكوره اللي انت قلت اللي انت لا الكوره دي واعملها انا وانت. انت كنت جيت لي من اول ولا جدالك وحطيتها خيطه وجت لنا. خدها درش. ماشي يا نجم، هايل يا درش، هايل. جايب جون انت النهارده، حلو. حطه في السوكه. اما نشوف لك انت الاول، هبقى اشوف لنفسي. انا العب وانت موجود. اتنين في حجز ما ينفعوش. طب ما احنا الاتنين عواجيز زي بعض. احنا ايوه لو فازوا هيتسوقوا. ايه؟ ما انا وانت احنا الاثنين في ملعب واحد. لا صح. خد وامشي. لا ايوه، اجيب لها منين بقى؟ انت تقول لي اجيب منين وانا اجيب. من اللي يغلط لازم يتحاسب يا عم محمد. يعني جات لك خدمتها كل واحد شمعها. الله حلوة. يلا يلا يلا. هو لحق يعمل حاجه. العب 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 يا جدعان، ما تقفوش تتكلموا كتير، العبوا. اطلع له اطلع له اطلع له يا عم. الراجل كان طالع له. حلوة يا سعد، حلوة يا سعد. ازاي شفت؟ بقول لك يا محمد، يا حامد الماتش اللي صوره جبنا كسبناه. شفت سبحان الله الدنيا. كان عايز يعمل عليه حفلة. لا والله انت بالعكس، انت من الناس اللي انا بحبها يا محمد يا حامد. هش يا معاك حلاوة. لا لا حلو، حلاوة تهدي بالعقل. يا ولد يا ولد يا ولد، لو كان واحد في، لو كان موجود هنا كان قال لك عقل مين؟ قول حلوة وسقف. لو مين انت قلت؟ لو مين ما يعرف كده؟ سوبر مان؟ ماشي. سوبر مان بيعرف يلعب كورة أصلا. حلو حلو حلو. يلا يلا اضغط اضغط يا رجاله، اضغط يا رجاله. لا
ارجع يلا يا علي يلا يا علي يلا 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 لسه بدري يلا انا ما شفتهاش خالص بس عندي برد انا ما شفتهاش في واحد كان مغطي قدامي فانا مش انا ما شفتهاش عشان كان في واحد مغطي قدامي في اللعب افتح 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 يلا يا شيكو اخير انت اخير يا شيكو ايوه كده استلم يلا يلا وزع 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 حلوه حلوه يا شيكو خلاص يا شيكو هنبات على بالراحة بالراحة فاول 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 قلت فاول ومين خد الصفارة مني ولا راحت فين ولا قلت فاول ما تشاور ليش هو يلعب الفاول وفي جنبه ليه واحد بس يقرب التاني يبقى هو في حد تعب يقول لي طب تقول لي يا سعد يس عشان اسمعك كنت هتطلع كنت هتطلع حلو 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 يا رجاله لسه قادر لسه فاضل 11 دقيقه يا يلا يلا الناس اللي ما دفعتش فلوس تدفع فلوس اما حاجه الصحه اديني انا الفلوس بقى خليني في الصحه طب الصحة بتجيب فلوس لكن الفلوس ما تجيبش صحة يا عم اديني انا الفلوس دلوقتي ونفكر بعدين انت عايز الصحة ولا عايز الفلوس يا عم الفلوس بتجيب لي كل حاجة لا بس انت المفروض تتصل على الرحمن عشان يفهم اي حاجه فرقت عملها كده كده تطلع ورا كابتن حات لما لعب معانا اخر ماتش فرق معانا جامد والله ايه اطلع بره فين انت واقف جوه الملعب اهو انا بصور انا راجل اللياقي يرجع بسرعه وارجع بسرعه ما شاء الله لكن انت اول ما الكره تجي لك ها كنت على قد مين اهو شوت شوت انت على قدك برضه لا مؤاخذه يا عمر هرست رجلك درست رجلك يا عمر انا صح؟ لسه على رجلك صح؟ لسه على رجلك ايه يا؟ ايه؟ انت يا عم؟ انت لسه ما حسبتوش؟ بجد؟ عشان انا كنت ناسي لسه مين تاني ما حسبش كده؟ تسع دقايق انت عشان خلصت عايز تروح انت بعتني فلوس لا انا بتكلم على البعتان مش على عشان افتكرتك انت قلت لي لا البرنامج عندك واقف صح لا انا بقول انت قلت لي البرنامج بقول على العطيه انا فاكر انت عطتني هنا وبعتلي فانا بسالك
هنايا انت دفعت لي كام 1000 ايه انشك انشك صور كده يعني هو عدم الراس شويه. هو جنبك اهو جنبك اهو. ايه؟ جت لك. يلا. انا شفت حد استغنى من اللعيبه. السلام عليكم يا شباب. وعليكم السلام. ان شاء الله. يا ابني كنت واقف حد ابص يجيب حد يرجع. انت متاكد؟ ما فيش حد في الدلع. انا كنت اصلا بقول لك حد يرجع. ايه كل مرة تاخده معاك انت عشان تنفع بعضينا شويه. اه بالظبط. هو قال لك ايه؟ قلت منه ايه؟ حط رجلك فيها بالظبط. هيحصل في لك اه انا عايز افاجئك بقى ان انا يا عم كنت سيبها لك. كان نفسي اللي بتاع اللي بيجوا كانوا يلعبوا. كنا ممكن نسكت شويه قدامهم. دخل فينا حتى كنت يعني معلش يا كابتن معلش ما شفتش ان هي حركه ازاي تتشاط وهو كان بيقفل على اللي بيتعرض. بيقفل اه كان بقى انا كنت فاجئ على اللي بيتعرض. بتحصل او نسيبه نمشي. كسب البطوله كسبنا كتير عشان كسب مره بقى يا رجال. يعني ايوه ماشي بيته قريب من هنا. صح والله على بيلعب هو عشان اه لا بس هو سبحان الله ربنا كرمه. لا 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 يس خلاص اهدى. تمت يا كابتن تمت. يا مدع ده هي مش عليهم ياخدوها. معلش معلش معلش. 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 معلش لا تكتب حلوة والله والله حلوة. لما صدق قال له عم يا سعد انا سايها لك اصلا. ده مين اللي كسر ده؟ الشيخ كسر لا ده اعتراض منه اه على الله عشان ما كسبش الدور. والله يذكرك انت لما تدوس فيها كويس. انا ما اعطيتش لحد حاجه خالص. المشكله ان في ناس فعلا بتزعل مني لما بينزل مع فريق ضعيف. انا بيحس ما بيننا ضعف. انا زنبالي ايه وانا اللي نزلتك؟ ما انت اللي اخترت. انت اللي وجعت القرعه دي. انا اللي رجعت القرعه. ايوه عشان انت تلاقي في الحدود. مش عايز حد لما اقسمها يقول لي انت ظالمني. اه ما هي دي الفكره. عندك حق فيها والله. لا 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 انا جاي عليك. حلو خش والله. حلو صدقني لو في حاجه لو في حاجه والله هنعيدها نقول للناس على الجروب. والله الرجل السابته. انا مصدقك انت عمال تحلف لي ليه. انا مصدقك. انا عايز اعرف انا عايز اعرف ليه 20 بقى في ليه 20 دي 20 جزء معاك ولا معاك يعني زياده 20 المفروض تبقى 30 تبقى 20 ازاي مش فاهمها دي حكم. انا مش
مفيش تثبيت يا كابتن. مفيش تثبيت. عادي عادي عديها عديها عديها. يا مش ده اللي هيكسبكوا يعني. ما تحطهاش على الارض فعلا. امسكها بايدك وارميها. عاش. الله 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 الله. صوت انت كنت حلو. لو كل واحد يدفع 30 يبقى 300 وحاجة. يا اسطى صفوك المانيا على حسابك. صفوك المانيا. ما تشوفش من الصين طبعا. لما يعني لك صين شوف لعيبه الكوره. ارمي ارمي ارمي. صفه المانيا على يدي يا ماتش بولندا. ماتش بولندا والسعوديه. ايوه جيت لقطه بشجع بولندا لقيته ماسك جهاز جديد لحد الواحد عدت الماتش مش عارف. انا كنت جاي لك لما كنا اليوم ده ساعتها كنا جايين نلعب معاك. ايوه اول ما جيت شفت اللقطه بس مش فاكر دي انا عارف بولندا فيها دي ما شاء الله ما شاء الله هناك. انا نفسي اقفش اللقطه بقى غزلها. شوفوا الواد اللي كان برشلونه. ارجع يا جماعه. طيب ده انتوا واقفين جنب بعض. مين واضح ان شافوا واضح لا كميته معاه. بدا بدا ارخو ده ما بينزل دقيقه امن على ده اخو ولا يا راجل ده سعد مطلعها على اللي كان بيلعب. ايوه مش ده اللي كان بيلعب اصلا في برشلونه زمان. لعب فتره هو اول احتراف ليه هو بجد والله. ازاي يا عم الواد يا ابني هو اللي مش اشول. ايمن كان بيلعب في ماتش ريال مدريد شفت ماتش ريال مدريد كان بيلعب هو اللي ماسك فينيسيوس مع ان هو بدايه الكوره هناك كان خلوه باك احسن جنيه اكيد هو فينيسيوس هو عنده مبدا شغل في لسه بادئ الكوره.